وبشأن استهداف الكفاءات العراقية، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الخبير الأمني والعسكري السيد قصي المعتصم. سيد معتصم، مرحبا بكم. يعني أنت متابع للأخبار العراقية، تارة يتم استهداف الصحفيين، تارة أخرى يستهدف الأطباء، الآن تم استهداف قاضٍ. هل ترى أن هذه الجرائم عبثية أم منظمة سيد معتصم؟ تفضل. تحياتي لك ولجمهور قناة رافدين الأفاضل. بدءا علينا أن نلقي نظرة شاملة عما يحصل الآن، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي بأن داعش قد انتهى من العراق. وكنا قد تحدثنا كثيرا من أن استراتيجية الحرب على هذا التنظيم وآليات وأدوات التي كان يحارب فيها التنظيم ماذا سيكون عليها الحال ما بعد إخراجه من العراق. الحقيقة الأمر هناك يعني نقطتين رئيسيتين بالنسبة للإرهاب اللي يحصل الآن. هناك إرهاب خارج المدن يحصل، وهناك إرهاب داخل المدن، ولكل منهم يعني تداعياته وأسبابه. خلنا نأخذ بنظرة سريعة على ما يحصل الآن في كثير من مناطق العراق. طيب، من ما يحصل في الحويجة والرياض وتكريت والمنطقة الغربية، من قتال ما زال يدعون ميليشيات بوجود هؤلاء الإرهابيين، يعني الدواعش موجودين في هذه المناطق وهم يقاتلوهم بشدة. وحتى نعرف أنه هنا هذه الإعلانات تصب في مصلحة نهائية سنتطرق لها لاحقا. هذا القتال اللي يجري هو إلى أسباب، أولا منها هي العمليات الانتقامية قد تحصل من سكان عانوا من القتل والتهجير على أيدي هذه الميليشيات، ولذلك هؤلاء اليوم ونتيجة المعاناة الطويلة اللي سنوات في هذه الحال وعدم قيام الحكومة بإعادتهم إلى مدنهم وتعويضهم عما حصل، هذا يولد عنف ضد هؤلاء الناس اللي تسببوا في تهجيرهم. هذا واحد. اثنين، أيضا بقايا داعش الموجودين ومنهم طبعا اكيد كثير من العراقيين، ايضا الدوله لم تتخذ اجراء بحقهم سواء العفو او اعادتهم الى العراق او اعتبارهم مواطنين طبيعيين، يعني اجبروا من داعش على المضي في هذا العمل، وبالتالي هؤلاء بقوا قاتلون الدوله. اذا هذا هو الخارجي للحظه اليوم في كثير من المناطق، ومن جبال حمرين الى مخحول الى منطقه الرياض في كركوك الى الحويجه التي لم يتحرر منها الى الان الا 75%، والمناطق الغربيه والتي تتجاوز مساحتها بحدود 80,000 كيلو مربع، هذه المساحات وهي ليست مساحة قليلة. يعني سيد معتصم، يعني الجرائم التي تحدث، وخاصة نحن بصدد الآن أن نناقش جريمة اغتيال القاضي العزاوي، هل هذه الجرائم تريد أن تقول أنها ثأرية سيد معتصم؟ لا عفوا، أنا أتحدث عن الإرهاب بنوعين الآن الموجودة. السلاح العراقي تشهد عمليات عنف في عدة مناطق من العراق، علينا أن لا نجزئ شيء. نبدأ بالأولى اللي هي أساسا أسبابها الميليشيات. أيضا ما حصل في هذه المناطق الآن يحصل في الكثير من مناطق العراق اليوم، قتل واغتيالات لقيادات سواء من الميليشيات أو من مواطنين آخرين. هذا الموضوع. نجي على الموضوع الآخر اللي هو الموضوع اللي العنف اللي داخل المدن اللي يحصل الآن، هذا إلى أيضا أسبابه. أولا تدعى من الميليشيات انتهى دورها في المعارك ضد داعش، وبالتالي أصبحت هذه الميليشيات بلا أموال تدعمها، ومن ما أدى إلى أن يلجأوا لحصول على الأموال من عمليات أخرى. طبعا كانت الأموال تأتيهم من خلال الأعتدة والأسلحة اللي تباع خارج للخارج، قلة دعم الحكومة العراقية لهم بعد انتهاء المعارك، وقلة دعم إيران أيضا في ظروفها الحالية اللي تحصل. الموضوع الثاني أيضا هو عدم سيطرة الدولة على السلاح بعد انتهاء هذه العمليات، وبالتالي تم استغلاله من كثير من الناس الذين يعني يضربهم الفقر، وإضافة إلى أن هناك مجرمين عتاة موجودين على الساحة العراقية لم تعالج الحكومة مشاكلهم لحد الآن، ومن ضمنهم اللي من ضمن الميليشيات الإجرامية التي بدأت منذ عام 2005، هذا هو النهج الذي سلكته للحصول على الأموال وابتزاز الناس. طيب سيد معتصم، هذا بالنسبة إلى استهداف الكفاءات في العراق، لكن تقارير صحفية تؤكد ارتفاع معدلات الجريمة في العراق، هناك جرائم كثيرة، حتى أن بعض الفضائيات العراقية قد خصصت ربما يعني أكثر من ساعة في الأسبوع لتغطية الجرائم التي تحدث في العراق. ما سبب هذه الجرائم سيد معتصم؟ هذه سنأتي إلى النقطة الثالثة اللي تتعلق بهذا الموضوع. هذه لو تلاحظ أن في كل انتخابات تحصل قبلها بأشهر تبدأ هذه العمليات في الاغتيالات والتأثير على الناس والترهيب لغرض
يعني إشعار الناس أن هذه الحكومة هي سبب فيما يحصل، ولا بد من مجيء حكومة جديدة لكي تحل نتخلص يتخلصوا من هذا الإرهاب، وبالتالي دفع الناس بشكل غير مباشر للجوء إلى الانتخابات التي بات العراقيون يرفضونها تماما، وبالتالي هذه واحدة من الأسباب. السبب الآخر هو تحاول الميليشيات إثبات قدرتها على التأثير وإعلان ذلك بالوقوف ضد كل مثقف وكل إعلامي يشير إلى أن هؤلاء سبب مشاكل العراق، وبالتالي أيضا هي رسالة لكل من يريد أن يحل الميليشيات. هذا واحدة. الأخرى أيضا هي يعني هذه رسالة إلى كل من يؤمن أن لابد من تغيير العملية السياسية، خاصة الأشهر الأخيرة الماضية كان هناك حديث يدور وما زال عن أن هذه الحكومة فشلت في إدارة البلاد، وبالتالي لابد من تغييرها بالكامل، وهذا أيضا يتعارض مع نهج الميليشيات المدعوم من إيران التي تدعم بقاء حكومة فاسدة لكي تستغل يعني أوضاع العراق ماديا وتهيمن عليه اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية قصي المعتصم حدثنا من لندن، مشكورا، شكرا جزيلا لكم.